أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخ الكريم دكتور حسن محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان المركزي، الأستاذ محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور محمد الربيع رئيس مجلس الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الأستاذة سهى سليمان الأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرجو في البدء أن تسمحوا لي أن أحيي أو أرحب بحضور السيد وزير الصناعة الأستاذ السماح صديق النور، وبحضور الأستاذة أمل الديبي وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، وأرحب أيضا بحضور الأخ وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية. وأرحب بكم جميعا الإخوة والأخوات رؤساء مجالس الإدارات ومديري عموم المصارف، والإخوة الحضور جميعا من المصارف السودانية والمصارف العربية الذين يشاركوننا هذا المنتدى. يسرنا في اتحاد المصارف السوداني أن نرحب بضيوفنا من مختلف الأقطار العربية ممثلين في شركائنا في تنظيم هذا المنتدى، اتحاد المصارف العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى قيادات ومنتسبي المؤسسات والهيئات العربية العاملة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونتشرف ونسعد بوجودهم بيننا وباختيارهم لبلدنا لتكون مكانا لإقامة مثل هذا المنتدى الهام الذي وجد ترحيبا ودعما قويا من السودان، ممثلا في رئاسة الجمهورية وبنك السودان المركزي، وممثلا في هذا الحضور الكبير من المهتمين ومن القطاع المصرفي السوداني الذي حشد منسوبيه للمشاركة في أعمال هذا المنتدى. لكم جميعا الشكر على حسن صنيعكم. الحضور الكريم، إن أهمية هذا المنتدى لا تحتاج لكثير برهان، فكما ولد في وثائقه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من المشروعات في غالبية دول العالم، وتوفر ما بين 40-50% من فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تصل إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول. هذا فضلاً عن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يؤدي إلى تنويع اقتصادات الدول العربية والخروج بها من نمط الاعتماد على سلعة واحدة أو قطاع واحد إلى قطاعات متنوعة في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية. يتحقق من ذلك أهداف سامية ممثلة في الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية التي تصبر بها بلادنا العربية، فتزداد معدلات النمو وينعكس ذلك إيجابا على المواطن العربي من حيث خلق فرص العمل وزيادة الدخل ومحاربة الفقر وإعادة توزيع الثروة. الحضور الكريم، تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر والمتناهي الصغر باهتمام كبير في السودان على مختلف المستويات، من خلال تبني الاستراتيجية الشاملة لتطوير التمويل الأصغر وتشجيع قيام الهيئات والمؤسسات التي تهتم بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات الصغيرة. هذا فضلاً عن مجهودات البنك المركزي السوداني الذي يتبنى سياسات واضحة لتشجيع التمويل القصير والصغير وحث المصارف بل وإلزامها على التوسع في تمويل هذه المشروعات وتقديم الخدمات المصرفية لهذه الشريحة الهامة. من جانبنا، ظلت المصارف السودانية منذ الثمانينات بعد تطبيق الصيغة الإسلامية تتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة في مجالات الزراعة والصناعة والمجالات الحرفية، وأوجدت من الصيغة التمويلية والمنتجات الخدمية ما يناسب احتياج هذا القطاع. إخوة الكرام، تتطلب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التمويل الأصغر مجهودات مهمة تشمل ولا تقتصر على الآتي: أولاً، تهيئة البيئة الملائمة وسن التشريعات والقوانين التي تمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ممارسة أعمالهم وأنشطتهم بما يضمن استمراريتها وعدم إرهاق بالرسوم والضرائب خاصة في بداية أعماله. ثانيا، أن تتبنى
كل دولة استراتيجية واضحة المعالي محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر، وأن يتم التعامل مع هذه المشروعات بكافة الآليات المهمة لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثالثاً، توجيه الدعم الفني والمالي اللازم من الصناديق العربية والدولية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق ببناء القدرات وتوفير خطوط التمويل المتوسط وطويل الأجل التي تساعد في تمليك وسائل الإنتاج المعمرة واستجداب التقنيات المتطورة. رابعاً، آن الأوان أيضاً أن تهتم مصارفنا العربية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تفرد لها حيزاً مقدراً في مجالات التمويل والخدمات المالية وغير المالية، وأن تطور من آليات وصيغ التمويل والضمانات التي تلائم هذا النوع من النشاط والعمل على ربط هذه الشريحة الهامة بالمصارف. وفي الختام، نتوجه كرر الشكر الجزيل لاتحاد المصارف العربية ومجلس البحوث الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة الذين شرفونا بعقد هذا المنتدى في بلادنا، ولبنك السودان المركزي وكل المؤسسات السودانية والعربية التي يشارك منتسبوها في هذا المحفل العربي الهام للمؤسسات التي تفضلت وللمؤسسات التي تفضلت برعايته. ونكرر الشكر الذي شرفنا بحضوره، والشكر لكم جميعا أيها السيدات والسادة الحضور، وندعو لهذا المنتدى المبارك بالنجاح في تحقيق أهدافه الميمونة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.